خوتي وحبابي باش يجيو انهم يدوزوا معايا هاد لاسيونس هادي انكور كوليكتيف. المهم اللي بغيت نصح بزاف 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 ديال الناس انهم يديروا سبور ولو انها 30 مينوت ديال سبور في النهار كتبدل لك حياتك كلها، سواء في كتبدل حياتك سواء في النوتريسيون سواء في لونترينمون. المهم اسلوب حياتك كله كيتبدل، لهذا كنصح الناس بزاف بزاف سواء اللي كيديروا سبور اللي ما كيديروش سبور انهم يكملوا، ورا غادي يلقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم نتيجه زوينه بزاف. وانا على الرسول يراه الاشاره للناس اللي عندها والناس اللي ما عندهاش، اي واحد دخل عندي الانستغرام على الرسولين الف مرحبا راه كنجاوب كل شيء. وتحياتي لكم كلكم، كنشكركم بزاف 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 فريمون بزاف. غادي شي 4 سنين 3 ans 4 3 سنين 4 سنين بحال هكا تقدر الحاجه التدريبيه ديالك. كل شيء كي قلت لكم واخا يكونوا كاع في بلاصات اخرين لي اون دور دي جاردان نقدروا سا ديبون كل مره فين كيبغي يجي الحصص اي اون اي توجور ان باسكو سي كيكان دو كومبيتون. فوالا السلام عليكم الشبيبه والرياضه، معكم اشرف من فرقه فناير. تحيه مني وتحيه من الفناير لكم كاملين. حنا اليوم مع الكوتش ديالنا السي عيسى، شويه ديال الموتيفاسيون. راكم عارفين الظروف اللي تدوز منا المغرب حاليا، كورونا وكل ما داكشي اللي داير بها، فتنحاولوا نرفعوا على راسنا. فاليوم جينا درنا واحد السيونس سبور مع الشباب ولاد مراكش ومع الكوتش ديالنا السي عيسى، وكما كتشوفوا راه كلشي داز في امان وسلام. تحيه كبيره من عندي اشرف وتحيه من عند الفنار، وساعه مبروكه من الصباح حتى لدروكا. علوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.